جود بوصلك على العشيق يا مغيت قولوا للا غيتا مولاتي بوصلك على العشيق يا مغيت قولوا للا غيتا مولاتي السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا رب. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم غيتا ايدياس، وصفه جديده من وصفات الاعتناء بالجمال. الوصفه ديال اليوم وتحت طلب ديالكم اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم تبريمه العروس اللي كتعمل على توحيد لون البشره. هي تبريمه جد مميزه كتكون من عده مواد، تقدروا تعملوها في حمام العروس اولا تقدروا تستعملوها للاستعمال الشخصي اولا كذلك تقدروا تستعملوها كمنتوج تجاري. بقوا معايا مشاهدينا باش نشوفوا المواد اللي غادي نصنعوا بهم هاد التبريمه وكذلك طريقه التحضير. نبداو على بركه الله في التبريمه ديالنا. ان شاء الله غادي نحتاجوا ملعقه صغيره من الكركم او الخرقوم البلدي. المكونات اللي نعطيكم هي نسبه قليله، تقدروا تضاعفوا الكميه. غادي نحتاجوا كذلك جوج معالق صغار من قشور البيض البلدي. غادي نحتاجو كذلك ملعقه صغيره من الشبه او حجر شب مطحون. هاد المكونات كلهم الله يرضي عليكم يكونوا عباره عن بودره، كذلك ملعقه كبيره من بودره الورد البلدي. ملعقه كبيره خزامه او لافندر. غادي نحتاجو ملعقه صغيره من الزعتر. غادي خصنا كذلك ملعقه صغيره من الشيح، ملعقه صغيره قرنفل او مسمار، غادي نحتاجو ملعقه كبيره من بودره الارز، غادي نضيفو ملعقه صغيره من العرعر. كيف ما كنعرفوا العرعر هو جد جميل للتصبغات. غادي نضيفو ملعقة كبيرة من بودرة الحمص. غادي نحتاجو كذلك ملعقة صغيرة من بودرة النيلة الصحراوية الزرقاء وتكون أصلية. وكذلك هنا إن شاء الله غادي نضيف نصف ملعقة صغيرة من العكر الفاسي، وهذا كيبقى على حسب الجودة ديالو. الاعشاب ديالنا والمكونات ديالنا ديال التبريمه كيجيو على هذا الشكل، يعني من بعد ما طحناهم مزيان كيكونوا مطحونين يعني على شكل بودره. هنا الا كنتو غتستعملوا التبريمه للاستعمال الشخصي اولا كنتو غتعملوها لحمام العروس فغادي تضيفوا عليها 4 المعالق ديال الحنه. اما في حالة كنتو غادي تستعملوها كمنتوج تجاري فما كنصحكمش تضيفوا الحنه للتبريمه ديالكم، حقاش الحنه قد ما كتزيد تقدام كتطفى اللون ديالها وما كتبقاش كتصلح للجسم. وبالتالي الا كنتو غتستعملوا هاد التبريمه كمنتوج تجاري فكتجمعوا فقط الاعشاب بوحديتهم وكتعملوهم في عبوه، وهكذا كتعلموا الناس اللي غادي يشريو من عندكم التبريمه باش يضيفوا الحنه من عندهم. هكذا كتبقى افضل، حقاش كيف ما قلت لكم في السابق الحنه قد ما كطول المده ديالها ما كتبقاش كتصلح لبشره الجسم، وكذلك اللون ديالها كيطفى وما كيبقاش عاطي ديك الخضوره ديالو. اما خلاص الا كنا غنستعملوها للاستعمال الشخصي اولا غادي نستعملوه في حمام العروس اولا غادي نستعملوه في حقيبه العروس فكنضيفوا لها الحنه، والحنه كتكون تبارك الله خضيره بحال اللي كتشوفوا امامكم. ودابا ان شاء الله بما ان هذه الوصفه او هذه التبريمه غادي تكون للاستعمال الشخصي فانا غنكمل معكم الوصفه بالاضافه ديال 4 المعالق ديال الحنه. كنمزجوا المكونات ديالنا الاعشاب ديالنا كلهم مع بعضهم كنخلطوهم مزيان باش كيتجانسوا لينا. ما شاء الله الرائحه كتحمق. هاد التبريمه هي كتعطر لنا الجسم وكذلك كتعمل على توحيد لون البشره كيف ما قلت لكم في البدايه ديال الفيديو. من بعد ما مزجت الاعشاب ديالي كلهم مع بعضهم دابا ان شاء الله غادي نضيف 4 المعالق ديال الحنه. الحنه اللي كتكون طريه كتكون جديده كيف ما قلت لكم في السابق الا كنتو غتستعملوا هذا الخليط ديك الساعه اولا غادي تستعملوه لحمام العروس، اما في حاله غادي تستعملوه كمنتوج تجاري ما كنصحكمش باضافه الحناء. الان ان شاء الله غادي نمزج الحناء ديالنا مع باقي الخليط.
كيف ما كنعرفوا التبريمه كنعملوها للجسم ديالنا قبل ما كنفركو الجسم ديالنا بالليفه، يعني قبل ما كنحكو الجسم ديالنا. لهذا فتقدروا تضيفوا كذلك جوج معالق كبار من الصابون البلدي او الصابون المغربي الاسود. هذه كتبقى شي حاجه اضافيه وكتبقى اختياريه. تقدروا تجمعوا هاد المكونات ديالكم، يعني ترجعوا هاد المكونات ديالكم عباره عن عجين فقط بالماء. ودابا التبريمه ما شاء الله ديالنا واجده، كيف ما كتلاحظوا اللون ديالها كيحمق. هنا انا ان شاء الله غادي نستعمل هاد العبوه في التبيئه ديال التبريمه ديالي باش كنعطيوها واحد المنظر جميل، وكذلك تاخذوها كافكار اللي تقدروا تعملوها في حمام العروس اللي بالتالي كتعطينا واحد الشكل مميز في حقيبه العروس. التبريمه المغربيه او تبريمه الحمام او تبريمه العروس هي من التقاليد المغربيه اللي معروفه من زمان، اللي كتستعملها المراه في الحمام ديالها، اللي بدورها كتعمل على ازاله الاوساخ المتراكمه بالجلد، كذلك بالاستعمال المتكرر كتعمل على توحيد لون البشره، وفقط بمكونات واعشاب اللي تبارك الله موجوده. وهذا كيبقى ما شاء الله هو الشكل النهائي ديال التبريمه ديالنا، تبريمه العروس. كيجي ما شاء الله اللون ديالها والشكل ديالها والرائحه ديالها كتحمق. كذلك هاد العبوه عطاتها جماليه، زينتها بالورد البلدي. هذه كتبقى فقط فكره تقدروا تستافدوا منها الا كانت عندكم كتوجدوا الحمام العروسه، فكيجي الشكل ديالها والمنظر ديالها جميل جدا. تقدروا كذلك تصوبوها لراسكم، يعني تفرحوا براسكم. كيف ما كنقول ديما الا ما فرحتوش ريوسكم ما تسناوش شي واحد يفرحكم، يعني فقط ليكم نتوما. وكذلك الا كنتو غتستعملوها كمنتوج تجاري فلما لا انكم تزينوها وتعطيوها واحد المنظر اللي كتحبب المشتري في التبريمه ديالكم. كنتمنى الفكره ديال اليوم والوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. كنتمنى انكم تجربوها وتعجبكم وتشاركونا التجارب ديالكم عبر الصفحه ديالنا في الانستغرام اولا عبر الرابط ديال المجموعه ديالنا في الفيسبوك اللي غادي نخليكم ان شاء الله الروابط ديالهم بجوجهم في صندوق الوصف. دابا ان شاء الله غادي نخليكم مع مكونات الوصفه ونضرب لكم ان شاء الله موعد في وصفه قادمه من وصفات الاعتناء بالجمال. شكرا لكم، شكرا للدعم ديالكم، وكيف العاده الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش انكم تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، تخليوا لي لايك واشتراك اللي مازال ما شاركش، وتخليوا لي تعليق ان شاء الله. شكرا لكم والى اللقاء. Yeah.